نفهم مع بعض ازاي نرسم رسمة اوتوكاد. نركز مع بعض علشان نعرف ازاي نرسم اي رسمة اوتوكاد تجمل. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم وبنحدد اللايرز بتاعتي. دي اول خطوة. ماشي يا جماعة؟ في خطوة قبليها بس لسه ما قلتهاش وهقولها لكم كمان شوية. بس حتى الان اول خطوة عندنا بنعمل لايرز. ازاي؟ هندوس على الايقونة بتاعت اللايرز. وابدا ادوس انتر واكتب اكسس. نعم هناخدها. حاضر هناخد كل حاجه. نعم اكسس وول. طبعا خدوا بالكم ان لما بدوس انتر بيجيب لير جديده. لو دوست اف 2 اعدل فيها اف 2 غير الاسم رينيم. واف 2 ده في الويندو كله. في الويندو كله اف 2 تعمل رينيم او كليك يمين رينيم عليها. احنا عايزين الاكسس والوولز والكولومز العمدان والدور والويندو والتكست. هنخلي تكست 1 تكست 2 كتابات يعني تكست 3 ماشي وفلورز. هنغير الالوان نخلي الاكسس مثلا احمر. كل ده مش عايز تعرف لو سمحت دكتور. مش عايز تعرف لو سمحت دلوقتي محمد. يعني احنا مثلا الاول بتاع كويس ماشي. ما هنشوف دلوقتي يعني تشغل الاسطبوط عندك وشوف انا هاخدها دي. ايه؟ نضرب في ثلاثة. نضرب في أربعة. مش مشكلة. هنخلي الوولز أزرق. نسيب الباقي ممكن نخليه أسود نعدله فيما بعد مش مشكلة. الأكسس هنعدل اللاين تايب بتاعها. كونتينوس هنعمله لود. ونختار السنتر. في عندنا ثلاث انواع من السنتر. سنتر سنتر 2 سنتر اكس 2. الفرق بينهم كله الخط والشرطه كبار ولا صغيرين. واخدين بالنا؟ في عندنا سنتر ده خط وشرطه. سنتر 2 ده خط وشرطه بس قريبين من بعض. سنتر اكس 2 خط وشرطه كبار عن بعض. نختار سنتر. اوكي اوكي يبقى كده يكفيني دلوقتي ان انا عملت اثنين لاير. واحد اسمها اكس وواحد اسمها و. نيجي نقول اوكي. هنختار اللاير بتاعت الاكسس وبامر لاين هرسم محور راسي عن طريق اف 8. فاكرين اف 8؟ وكمان محور افقي بحيث يكون في بينهم تداخل. ماشي؟ باجي بعد كده يا جماعه عن طريق امر اوفست ارسم الموازيات بتاعتي وليكن مثلا 4 متر. طبعا انا قلت 4 نختار اوفست 400 بالسنتي 150. خد بالكم دي المحاور بتاعت الرسمه 100 300. خد بالكم عمال ادوس انتر انتر يعني عملت هو موازي. رحت ديس انتر 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 تطلعني بره الامر. انتر تدخلني تاني عشان يسالني مره تانيه على الاوفس ديستانس واديله المسافه الجديده بتاعتي. بالنسبه لي هو بالملي اهو. هنشوف لو عايزين نرسم بالسنتر. هنشوف دلوقتي. اجي برضو هنا اوفست 300
أوفست 150 100 200 200. يبقى انا كده عملت المحاور بتاعت الرسمه بتاعتي زي ما هي موجوده عندي. هنيجي بعد كده نعمل اوفست وليكن مثلا 100 او 200 للمحاور الخارجيه فقط. كده 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 عن طريق امر تريم وفنس. فاكرين فنس؟ قطعت الزيادات اللي عندنا. كانت مفاجأة عندنا ان انا الامتداد اللي هنا ما كانش كبير والامتداد اللي هنا صغير، فعاد بدل ما جبت تريم اجيب اكستند. همد للخط ده وامد للخط ده برضو عن طريق فنس، كمان فنس. يبقى انا كده يا جماعه، وانا ما فيش اكستند تاني. هعمل اريز، اريز للخطوط الخارجيه. فبقت المحاور بتاعتي شكلها نظيف وظريف وامتداداتها من جميع جهات قد بعض. كلام كويس؟ هنجيب اللير بتاعت وول، وعن طريق الامر بتاع درو مالتي لاين بنحدد المواصفات. ما هي المواصفات؟ هو هنا متظبط نفسه جاستيفيكيشن توب والسكيل ب 20. انا هقول له لا، جي جاستيفيكيشن 0، جاستيفيكيشن 0 والسكيل ب 25 سنتي. ماشي يا جماعه؟ يبقى انا اول حاجه حددت له الاسلوب بتاعه حيث سمكه 25، وكمان السكيل بايه؟ بالجاستيفيكيشن بزيرو، بحيث لما اجي ارسم الحيطه بقى يكون الراجل مسنطر الحيطه في النقطه اللي انا بدخلها. نقفل بكلوز ونجيب الامر تاني. زي ما يكون الرسم. ماشي يا جماعه؟ كلام جميل. دلوقتي التقاطعات بايظه، عايزين نظبطها. هنخفي الاكسس خالص ونجيب من قائمه موديفاي اوبجكت مالتي لاين. طبعا كل التقاطعات اللي عندنا مفيش عندنا تقاطع حرف تي خالص، تقاطع قرص صح؟ كلهم تي. فنجيب اوبن تي اهو، نختار زي ما قلنا المره اللي فاتت فرعي رئيسي، نعدي عليهم واحد واحد. طبعا يفضل ان احنا نصغر الرسمه. ليه؟ انك لو كبرتها تيجي تدوس هنا تلاقي نفسك مره تقع جوه ومره جوه، صح؟ لكن لو بصغرها كده فبدوس هنا وبدوس هنا. فاهمني؟ نفس القصه، بدوس هنا وبدوس هنا. فرع رئيسي، فرعي رئيسي، فرعي رئيسي، فرعي رئيسي، فرعي رئيسي. كده انا ظبطت القطعات بتاعتي كلها. هظهر الاكسس بتاعتنا بهذا الشكل الظريف بتاعنا. خدنا كام دقيقة في الكلام؟
جميل، واضح يا جماعه؟ عايزين ندخل بعد كده في حاجه جديده، عايزين نرسم الابواب، الشبابيك، نحط الدايمنشن، نحط الكتاب. إليان؟ مش سامع. مش محتاج افجره، افجره ليه؟ ما خلاص انا كده مش محتاج افجره. الكلام ده كان بالاسلوب القديم، ان انا عايز اقعد بقى عن طريق تريم وانظف، لكن كان الراجل مديني اصلا طريق خيار ان انا بنظف بيه. خد بالك لو عملت اكسبلود للمالتي لاين لن تستطيع ان انت تستخدم الامر بتاع اوبجكت اديت موديفاي اوبجكت مالتي لاين، مش ينفع. انا خلاص حولت اللاين، هم مظبطين الدنيا على ان ده اسمه مالتي لاين، وبيقدر ان هو يظبط التقاطعات بتاعته. تعالوا ندخل مع بعض نشوف موضوع الدايمنشن. هنجيب طبعا المفروض نكون عاملين لاير اسمها دايمنشن. خليها سودة، زرقاء، خضراء، مش ينفع اصفر على بيض. ما ينفعش اصفر على بيض. خدوا بالكم معايا، افهمكم ايه موضوع الدايمنشن. واقف بس البتاع. لو انا راسم شكل عامل كده وعايز احط له دايمنشن، ماشي؟ عادي خالص. بنيجي من قائمة دايمنشن، في عندنا عدة أوامر نفهمهم مع بعض. في عندنا حاجة اسمها كويك دايمنشن، أنا عايز أجيب الرولز السريع بتاع الراجل ده، أفقي ولا رأسي؟ أفقي. راح راجل حاططهولي، بس بص كده عاملة إزاي؟ صغيرة جدا، ماشي؟ هنعرف إزاي نزود الدايمنشن، مفيش اي مشكله خالص، ماشي؟ طيب يبقى دي كده نوع، وحطيت الدايمنشن الحقيقي بتاعه، وفي هنا سهمين كده صغيرين اهم، هنعرف ازاي نظبطهم، ماشي يا جماعه؟ طيب كلام جميل. يبقى احنا عشان نعمل دايمنشن قدامك خيارين، او قدامك خيار اولي انك تقول له كويك دايمنشن، طيب ده نوع. في نوع بقى انك تقول له عايز اعمل لينير، عايز البعد من هنا لهنا، وتحدد له الحته اللي هيحط فيها، ماشي يا جماعه؟ جميل جدا. ده كده يجيب لي البعد الافقي او الراس. يعني سيادتك لو جبت الامر ده تاني دايمنشن لينير، تجيب النقطه دي والنقطه دي، يجيب لك البعد الراسي او الافقي، ما بيجيبش الميل. لكن في عندك من قائمه دايمنشن حاجه اسمها الاين، ده بيجيب لك البعد الموازي. يعني تقول له من هنا لهنا البعد ده بقد كده. واضح يا جماعه؟ الكلام جميل. يجيب الميل. اللاين بيجيب الميل. لكن دايمنشن، كويك دايمنشن ولينير بيجيب البعد اللي هنا يا جماعه؟ الافقي والراس. ايه؟ لو الخط افقي. يعني ممكن استخدمه ورا مين؟ اللاين. اللاين ده في الغالب ما بنستخدموش الا لما يكون عندنا بعد ميل. لو عندي بعد افقي او راسي ما استخدم لينير واريح نفسي. ماشي؟ طيب. واضح قدامنا ان في مشكله حصلت معايا دلوقتي لما عملت الدايمنشن. تعالوا ننقل دول كده في لير ثانيه. تعالوا نخلي اللير بتاعه الدايمنشن بدل ما هي زرقاء نخليها خضراء. وننقل دول في اللير بتاعه الدايمنشن. واضح ده ان في مشكله، ان انا لما خدت الدايمنشن الخط ده جه هنا، لما جيت اجيب الدايمنشن الراجل ده طلع تحتيه بشويه. كان المفروض ان انا من الاول اختار اللي هي بتاعت الدايمنشن قبل ما ابدا ارسم الدايمنشن. ده الصح. ان انا قبل ما ابدا ارسم اي حاجه اقف في اللير بتاعتي. لكن افرض ان انا غلطت. ما هو بشاور عليهم كده اهو واوديهم في اللير الجديده كده. لما بكون عايز اعمل خط دايمنشن
ما عشان ما اخترتوش؟ انا اخترت كده دي ماشي ماشي. طيب لو انا عندي دايمنشن مستمر، دايمنشن مستمر بالطريقه دي هيبقى شكله وحش قوي. نلاقي في دايمنشن نازل واللي جنبيه طالع واللي بعديه مش عارف ايه، صح ولا صح؟ فلذلك هم بيعملوا حاجه جميله جدا. لا هو مش ده مش شكل زي اللي قدامنا ده، عايزين نحط له دايمنشن. نمسح ده خالص اليس ونقفل اللي هي بتاعت الدايمنشن. عايزين نحط دايمنشن الافقي هنا عادي، هنيجي من قائمه دايمنشن لينير ونختار الاول والثاني والمكان اللي هنحط فيه الدايمنشن. كلام مظبوط؟ طيب عايز اكمل اللي بعديهم بس على نفس الامتداد. في اسلوبين، اسلوب متبع عندنا في مدني اللي هو الكونتينوس لاين، يكون خط واحد مستمر. وفي اسلوب يتعب في ميكانيكا اللي هو البيز لاين. مش عارف شفتوه في رسم الميكانيكا ولا شفتوش. يعني انا ممكن بعد ما رسمت اول واحد باللينير اخش في الدايمنشن اختار كونتينوس. خد بالك هناك كان بيسالك على نقطتين الدايمنشن، هنا يسالك على نقطه واحده اللي هي النقطه الثانيه. الثانيه بيعتبر ان النقطة الأخيرة في بعد الدايمنشن بتاعنا هي الأولانية بالنسبة لي دلوقتي. كلام واضح؟ ده أسلوب. لا أنا عملت أول واحد لينير وأخش في دايمنشن وأقول له بيز لاين. بيز لاين. بس تعال نمسح من الأول حتى ده نعمله لينير. يعني تعال نعمل كله لينير، يعني انا بعمل واحد لينير وسلسل اللي بعديه منه. فاجي اول واحد اقول له دايمنشن لينير. دايمنشن بيز لاين. بيز لاين. بيز لاين. بيز لاين. اخد الدايمنشن بتاعي، طبعا واضح ان الخط صغير قريبين من بعض. في مشاكل كتير، صح مش صح؟ هنشوف ازاي نعالج المشاكل دي. خد من اول نقطه هي دي البيز لاين اللي حط عندها خط راسي اهو، وبدا يسلسل الناس كلها منها. ايه؟ مش سامع. مش افضل. دي بتتبع في حاجات، دي بتتبع حاجات. يعني احنا عندنا في مدني كل شغلنا بتاع الكونتينوس. بتاع ميكانيكا في الغالب بيشتغلوا بالبيز لاين، لان لما بيجي في خط في اعدادي السباكه، عارفين السباكه؟ ان هم يصبوا حاجات والكلام من ده. فلما بيجي يقيسوا المسافات لو في غلطه اي مسافه فبتجمع. يعني لو انت بتقيس حاجه مثلا ففي ايرور توليرانس، ما فيش حاجه اسمها توليرانس، افتكروا ايه اسمحيه قد كده. فلو انت ان شاء الله بتغلط 2 مللي في كل قياس فهتجمع معاك. هو في الغالب بيقيسوا دايما من الاصل بحيث ان هي المنتج بتاعه كله يبقى له دايمنشن معين مش يضرب معاك. فاهمين يا جماعه؟ يبقى شفنا مع بعض ازاي احنا بنقدر نرسم دايمنشن لينير ونكمل معاه ببيز لاين او كونتينوس. الراس لازم هو ده. هو ده لازم اي خط، حتى تخد كده في الرسم عشان ترسم خط دايمنشن في الرسم. عايز تجيب بعد نقطة، هل تحط خط وسهمين بس ولا لازم يكون في عندك خطين بيحددوا الدايمنشن بتاعك؟ خطين بس مش كلهم ممتدين لغاية النقطة، يعني ما بيكونوش ممتدين، ما بيكونوش لازقين في النقطة. بيكون في مسافة فاضية زي دي. المسافة دي هنشوف ازاي نتحكم في كل الكلام ده. يعني في الأوتوكاد بنتحكم في كل هذه الأشياء. ماشي يا جماعة؟ في عندنا شوية حاجات تانية في الدايمنشن، إن كان هما دول اللي هنستخدمهم غالبا. يعني في الدايمنشن في عندنا حاجة اسمها ارك لينس وأوردينيت لو عايز تجيب احداثي نقطة، راديوس، دايمتر، انجلر.
يعني واحد عايز يقول الزاويه دي بكام، فيشرع الخط ده والخط ده يعمل زي كده اللي هي 80 درجه. ماشي يا جماعه؟ واحد عنده دايره وعايز يرسم لها ديمتر او الريديوس عادي خالص، لو قلت ريديوس يروح كاتب لك هنا ار كذا. واضح يا جماعه؟ ممكن واحد عايزها اوتسايد، واحد تاني عايزها انسايد، كل دي بارامترز الماتلاب بيمكنك انك انت تغير. لا ده انا عندي ارك عامل كده ودخلت من قائمه دايمنشن قلت له ارك لينس، راح الراجل جايب لي طول الارك بكام. ماشي يا جماعه؟ اي حاجه في الدنيا. الاوردينيت زي المساحه، ساعات لو انت راسم طريق فبتيجي على نقطه كده وتقول الاحداثيات النقطه دي بكام. يعني لو انت راسم طريق بالمساحه، ماشي يا جماعه، او خريطه كونتوريه مثلا، وعايز تيجي عند نقط معينه سبوتس كده وتقول النقطه دي احداثياتها كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا، يجوز، مش اي مشكله خالص، اللي هو الاوردينيت. او لو انت في ال الليدر، الليدر لو انت عايز تشاور على حاجه ازاي الكلام ده. بص معايا، يعني انا مثلا عندي حته هي زحمه ومش عارف اجيبها، فممكن اخد هنا كده نقطه وابعد بعيد خالص واكتب هنا 2 ال 80 في 80 في 10. واخدين بالنا يا جماعه؟ ده كده خط اهو نازل تحت خالص بيشاور على حته معينه، ده اسمه ليدر. دليل، ولما جيت اعمل ليدر سالني قال لي ايه الكتابه اللي انت عايزها؟ لما قلت له دايمنشن ليدر رسمت له الاول الخط اهو، وبعدين سالني على الكتابه فاكتب له اي كلام، راح الراجل كاتب لي كده اهي. كلام كويس؟ كلام جميل. زي ما شفنا ان الدايمنشن ظريف بس المواصفات بتاعته هي اللي مش ظريفه، صح؟ يعني الشكل بتاعه طلع مش عاطفي، دول قريبين من بعض مش عارف ايه. الاوتوكاد بيمكنك انك تعدل كل شيء في كل شيء. ازاي؟ يعني دخلت في قائمه فورمات في حاجه اسمها دايمنشن ستايل، مواصفات خطوط الابعاد. تعال نعمل كده موديفاي ونتفرج لمحه سريعه على الكلام ده. معايا الراجل بيمكنك اللون ونوع الخط بتاع خط الدايمنشن والكلر بتاعه. يعني واحد عايز خط الدايمنشن لونها احمر. لا ما انا هوريك بقى، انا هوريك دلوقتي الحته دي لان دي مشكله كبيره. يعني ممكن واحد يغير عايز كده، يعني عايز خطوط الابعاد دي خضراء والخط دايمنشن احمر. يجوز، مش مشكله خالص، لو كان ده غير مفضل واقول لك ليه كمان شويه. يبقى دايمنشن ستايل في الموديفاي غيرت لون خليته احمر او ارجعه زي ما هو اخضر اللي هو لون اللير. لا ده بص معايا بقى، بيقدر الراجل يمكنني من هنا الاوفست فروم اوريجن. في ناس اشتكت وقالت ان خط الدايمنشن لاحم قوي في النقطه الدايمنشن. بص معايا، شايفين الحته دي؟ انا عايز ابعد دي شويه عادي خالص يجوز. هنخش فورمات دايمنشن ستايل موديفاي، نرجع دي زي ما كانت، هنيجي دي بدل ما هي بوينت او بوينت 602 هنخليها له 30. هو يعني خط، اصل خدوا بالكم احنا في عندنا خط، ده خط الدايمنشن
ده اسمه خط الدايمنشن. ده الاكستند لاينز اللي هي خطوط الحدود. فانت في عندك اوفست مسافه خلوص ما بين الخط ده وما بين نقطه الاوريجن اللي انت بتقيس البعد بتاعها. فاهمين يا جماعه؟ فهي دي هي الاوفست فروم اوريجن. لا اوفست دي يعني مسافه خلوص. اوفست معناها مسافه الخلوص، مسافه الفاضيه من الاوريجن، من الاوريجن من من نقطه الاصل اللي انا بقيس منها. ممكن اقرب الديميشن ده، ديميشن ده يرجع لك انت. ما لهمش اي علاقه ببعض. يعني انت لما جيت تجيب بعد ديمنشن كده وجبت ديمنشن لينير وخط دي خدت دي ودي، انت بتحدد انت عايز بعيد ولا قريب. من ذلك حددته هنا ماشي. هو سمى مسافه خلوص قد ايه اللي انت قلت له عليه؟ 30. في عنده بقى المسافه الثانيه اللي هي دي، اللي هي اكستند دي، شايفينها الحته الصغيره دي، هي دي موجوده اهي برضه. اكستند بياند دايمنشن لاينز، خلي دي نقول له 10. شفت ايه اللي حصل؟ كبرت. يبقى انت بتقدر انك انت تعدل في الخصائص، تعدل في الخصائص بتاعت الرسم. صح يا جماعه؟ كلام كويس جدا. مش بس كده، ده احنا دلوقتي كنا خدنا بالنا مثلا في السيمبلز اند اروس ان الاروس بتاعتنا صغيره، صح؟ الاسهم بتاعتنا صغيره، شايفين ده كده صغير، خصوصا لما باجي اعمل كده مش باين خالص، مظبوط؟ عادي خالص. من قائمه فورمات دايمنشن ستايل موديفاي اقدر اجي في الاروز واغير الارو سايز، خليه 25. شوف منظرك بقى عامل ازاي. وممكن نغير شكل. في ناس بتوع العمارة ساعات يقول لك أنا مش عايز، يعني لو عملنا إريز للكلام ده وجبنا دايمنشن لينير وقلنا له دايمنشن كونتينيو، وقال لك لا أنا مش عايز دول كده، أنا عايز نظام تك. عارفين التك دي؟ العلامة شارب مايل عادي. من قائمة فورمات تكست ستايل تخش في موديفاي لاين أند سيمبل وتقول له إن الفيرست عايزه أركتكشر تك وبرضه الأخير شير تك. أوكي أوكي حاجة معايا كده بلاش سهل. هنغير كل دلوقتي ما تقلقش. وقال لك ده تخين عادي خالص، ما كله كان في ايدك. خلي دي انا 10. هوريك 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 انا فاهم قصدك، انا بس بعرفك ازاي تغير. لان ساعات كتير جدا تقعد على جهاز تلاقي الكتاب طلع صغير جدا، السهم طلع صغير جدا، ملعوب فيه. طب اعمل ايه؟ اقعد اعيط؟ لا، على طول بسهوله جدا ادخل اعدل. نفس القصه في التكست. التكست هايت بدل ما 2.5 هنخليه 25. خد بالك ان المسافه دي عشان بقت صغيره على الكتابه طلع لها خط بره. ما كما يحلو لك، في حاجه مش حريه شخصيه ترجع لك. ده انا ممكن اقول ان الكتابه عايزها above
ولا سنتر؟